مشاهدينا، رجعنا مع حضراتكم وده مواعيدنا مع فقرة تاج الصحة. والنهاردة هنتكلم عن الكلى، ازاي نحافظ عليها، ايه هو الدور اللي بتقوم بيه داخل الجسم، وهل احنا بنضرها بعدم شربنا الكافي للمياه. اسئلة كثيرة هنطرحها على ضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو، الدكتور محمد عبد المنعم الالفي، مدير مستشفى هيئة قناة السويس ورئيس اقسام البطنة بمستشفى هيئة قناة السويس. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب. بصحة وسلامة. دكتور، يعني عايز اعرف من حضرتك في البداية، ما هي الكلى لو قدرنا نوصفها بصورة مبسطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكلى ده عبارة عن جهاز مكون من كليتين، مش كلية واحدة، موجودين على جانبي الظهر خلف الأعضاء بتاعت البطن وخلف الجهاز الغشاء البريتوني. هي عبارة عن، هي قمة الإعجاز الحقيقة في تركيبها، قمة الإعجاز. هي عبارة عن 180 جرام في كل ناحية، يعني ما يكملوش كلهم نص كيلو، لكن بيقوموا بأعمال غير عادية. لو حبينا نعملها في مصانع، تاخد مثلا مصانع زي قد العشر من رمضان يعني. والله. هي عبارة عن، ببساطة شديدة كده، الدم بيدخل لها وهي بترشح الدم ده، تاخد منه الحاجات الضارة وترجع الدم صافي ونقي تاني الى الجسم. طبعا بتتأثر بحاجات كتيرة قوي، وفيها كمية انابيب. لو الكلية الصغيرة دي فيها انابيب، لو فردناها تصل الى 87 كيلو. يعني تصوري مثلا، يعني 185 سنتي فيها انابيب تصل طولها الى 87 كيلو متر. فطبعا دي قمة الاعجاز الحقيقة يعني. طيب يا دكتور، هي بتاخد الدم وتعمل له تصفية او تنقيه من كل الشوائب اللي ممكن تكون فيه، يخرج نقي، يرجع الى الجسم نقي، والباقي ينزل مع البول. الشوائب بقى والحاجات اللي ملهاش لازمة تنزل مع البول. طيب. لا، دي مش الوظيفة الوحيدة، الوظيفة الاخرى، لا ده وظائف. ما فيش جهاز في الجسم إلا ما الكلى بتخدمه. يعني هي المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، المسؤولة عن تنظيم تركيب الدم، الهيموجلوبين والأنيميا والحاجات دي. هي المسؤولة تماما، والمسؤولة رقم واحد، عن تكوين كرات الدم الحمراء في الدم. هي مسؤولة كمان عن تنظيم أملاح الدم. لو حصل فيها اي خلل تلاقي العيان ورم ورجلي ورمت ووش ورم والحاجات دي كلها. هي مسؤولة عن تنظيم عظام الجسم، هي المسؤولة عن امتصاص الكالسيوم وتنظيم الكالسيوم ودخوله من الدم للعظم ومن العظم للدم وهكذا. هي مسؤولة اساسيا عن الجهاز العظمي بتاع الجسم. ورغم ذلك هي صغيرة الحجم، ومن الممكن انه في بعض الحالات الجسم يتعامل مع كلى واحدة، لو حصل مشكلة في الكرة الاخرى بتقوم واحدة بهذا الدور، ولكن بجهد شديد. لا، هو ربنا عامل حاجة بقى عظيمة جدا، ده برضو قيمة الاعجاز. لو كلى عطلت، الكلى التانية بتتضخم ويكبر حجمها وتاخد من الوظائف ما يكفي لوظائف الكليتين. ده طبعا ده كرم من ربنا الحقيقة. طب يا دكتور، لو دخلنا في بعض المشكلات اللي ممكن تصيب الكلى، زي ما حضرتك قلت ان كلها يعني هي بتخدم اكتر من حاجة في الجسم، وايضا بتتأثر بامراض كثيرة في الجسم، فنجد انه اللي عنده ضغط الدم لازم بيتابع كلى، اللي عنده سكر لازم بيتابع الكلى، يعني اللي عنده القلب ايضا. فعايزة ابدأ مع حضرتك بالامراض البسيطة، الحاجات اللي نقدر نتعامل معاها بسرعة واكتشافها مبكرا يكون افضل، ونتدرج حتى الامراض شديدة الخطورة. احنا لو خدنا كل يعني لو ناخد كده ببساطة كده، طبعا من غير توسع، ايه الامراض اللي بتصيب الكلى؟ لو بدأناها كده، الامراض الخلقية، يعني مثلا كلى مزدوجة، كلى بحالبين، كلى موجود، كلى اللي بيسموها زي حدوة الحصان الهورس شو كيدني، الكلى اللي الحالب بتاعها منقول الناحية التانية، المثانة اللي من غير كفر، القناة مجرى البول، يعني في حاجات خلقية ودي بتبقى في السن الصغير. اللي ممكن يتصلح منها بدري طبعا بيكون أحسن جدا إنها تتصلح،
ودي مشكلتها سهلة يعني، أو في الوقت الحالي بقت مشكلتها سهلة. معتمد على الجرح. بالظبط كده. الحاجات التانية اللي هي الالتهابات، التهابات الكلى دي اللي بقى اللي بنتعرض ليها يوميا، التهابات المسالك البولية، سواء التهاب الكليتين، التهاب الحوالب، التهاب المثانة، التهاب قناة مجرى البول. والجزء اللي فوق من الكلى ده بيبقى الرجالة بيبقى أكثر عرضة ليهم من الستات. الجزء اللي تحت منطقة المثانة ومقاربة مجرى البول الستات بيبقى أكثر عرضة منه من الرجال، عشان الحمل والولادة وضغط المثانة على ضغط الرحم على المثانة، فهي بتكون أكثر عرضة للالتهابات السفلى للمثانة أكثر من الرجال. الالتهابات دي بتبقى نتيجة إيه؟ يا اما نتيجه التهاب في الحلق، التهاب في الجلد ويتنقل للكلى، التهاب في التهاب في الجلد في الحلق في الحلق طبعا اللي هو التهاب الدوازي يتنقل للكلى بطريقه، يعني بيحصل خلل في جهاز المناعه يوصل الالتهاب ده الى الكلى. نعم. التهابات الامراض الجلديه ممكن توصل للكلى، التهابات الجهاز الهضمي، التهابات امراض النساء ممكن تتنقل بالكلى بحكم الجيره، يعني الكلى والمثانه والرحم الاثنين متجاورين، يعني الاعضاء التناسليه الانثى كلها متجاوره للمثانه، فده كلها اماكن لنقل العدوى الى الكلى والقولون. لو التهاب شديد في القولون ممكن يتنقل الكلى. طب الالتهابات دي بتبقى ايه اعراضها يا دكتور؟ التهابات الكلى ولا التهابات؟ التهابات الكلى. التهابات الكلى هو حضرتك ممكن تبدا بارتفاع في درجه الحراره، العيان يحس بالم شديد اثناء التبول، كميه البول اللي تبتدي تفرز تبتدي تقل، يعني يبتدي العيان كل دقيقتين عاوز يروح الحمام وينزل يعني 10 سم بول كده متكررين، ولما يدخل الحمام ويخرج يحس انه ما عملش بول، عاوز يعني عاوز يسكن في الحمام. فدي ده بيبقى التهاب، ده بيبقى التهاب في الجزء السفلي من الجهاز البولي اللي هي منطقه المثانه وقناه مجرى البول. ممكن برضو يجي التهابات في الكلى، يعني تحس بألم جامد في الجنبتين اللي هو مكان الكلى في الجنبتين. وممكن طبعا الاساسي ارتفاع في درجه الحراره مع تكسير في العظم وصداع والعيان يحس انه مهدود ومش قادر يمشي، والحاجات دي كلها طبعا دي كلها اعراض التهابات المسالك البوليه طبعا. طيب يا دكتور يعني وفي التهابات تانية بقى، ده التهابات العاديه البسيطه يعني، وعلاجها برضو سهل زي ما هنتكلم فيها بعد كده. في التهابات بقى متخصصه او التهابات التقيله او الجامده زي درن الكلى مثلا، ده حاجه بقى بتبقى يعني اكثر تاثيرا ومحتاجه بقى تبقى واقفه قويه جدا مع العيان، وعلاج يعني بيستمر ممكن لسنه او سنه ونص، زي الدرن اللي بيصاب بالظبط كده بالظبط بيصيب الرئه. بس بيبقى اصعب اصعب شويه، لانه يعني دي كميه الدم اللي رايحه له كتير، وكميه الميكروبات اللي بتروح والكلى بتعمل لها فلتر كتيره قوي، فبيبقى يعني محتاج جهد اكتر شويه. طيب يا دكتور يعني هو بالتاكيد الامراض الخاصه بالكلى كثيره، ولكن يعني حضرتك لو دايما بنسمع انه مريض الكلى المغص الكلوي بيبقى صعب التحمل، وهل المغص الشديد قوي مرتبط بانه يكون في حصوات، ام انه ممكن يكون شديد قوي والاصابه التهابات او ميكروب اصاب الكلى؟ هو المغص الكلوي هو تاني الم بعد المغص المراري، يعني مغص المرارة ده نمره واحد، بعديه المغص الكلوي. فعلا بيبقى مغص شديد جدا، لكن 90% من اسباب المغص الكلوي بيكون يا اما كريستالز كبير، يعني كريستالات كتيب كبيره من الاملاح، يا اما حصوات موجوده في الكلى، دي اللي بتبقى مؤلمه جدا. وهو سبب الالم ايه؟ انها هي نازله متحركه في الحالب بتجرح الحالب، فبيحصل تقلص شديد جدا في الحالب، هو ده اللي بيسبب المغص الشديد. وبقى المغص بقى وملحقاته بقى الم شديد والبول يقل وصداع وقيء وهكذا، يعني ما بقاش المغص. الارتباط ما بين القيء والمغص الكلوي هل هما متلازمين؟ لا، اي الم في الجسم فهي وسيله دفاع للجسم يدافع عن نفسه انه يحصل قيء. اي الم، صداع يعمل قيء، الم المعده يعمل قيء، الم المفاصل يعمل قيء، لو الم شديد زاد عن اللزوم اي الم بيبقى ريفلكس، ده انعكاس بيعمل قيء. طيب يعني بنسمع عن تحليل وظائف الكلى او الكرياتينين، يعني المؤشر بتاع هذا التحليل بيكون يا دكتور هل الطبيعي بتاعه بيختلف؟ يعني احنا بنشوف انه في مثلا حد معين من كذا لكذا، هل ده ممكن يختلف مع السن او مع الحاله المرضيه؟ لا، هو مستوى الكرياتينين ثابت في كل الاعمار، ما يزيدش عن 1.2 او 1.6 او 1.5 بالكثير قوي في بعض المعامل.
انما ده ثابت لكل الناس، مجرد انه يبتدي يوصل للماكسيمم بتاعه ده يعني في حاجه غلط. نبتدي بقى نعمل ابحاث ونشوف ايه السبب ان هو ارتفع، هل هو التهابات في المسالك البوليه، هل هو حصوات، هل هو خلل في التركيب بتاع الجهاز البولي. نبتدي بقى نفتش، وما شاء الله دلوقتي وسائل الابحاث بقت عاليه جدا وكتيره جدا، وبقت سهله الوصول لسبب العطل يعني او سبب الخلل يعني. لكن لو في مشكلة وتم التعرف عليها، هل بيرجع تاني للمعدل الطبيعي؟ بالتاكيد يعني مثلا لو حصوه مثلا مزمنه وامباكتد وقافله الجهاز البولي وعملت ريفلكس وعملت ضعف في وظائف الكليتين، لو شلنا الحصوه دي بعد يومين بالظبط يرجع وظيفة الكلى طبيعية تاني. طب يا دكتور، يعني من الحاجات اللي بنسمع عنها دايما انه مريض الضغط يبقى دايما متابع للكلى، او ممكن تكون عنده مشاكل في الكلى هي اللي ادت لاصابته بارتفاع ضغط الدم، هل التبادل ده حقيقي؟ بالتأكيد يعني هي ممكن مرض في الكلى يسبب ارتفاع ضغط الدم، وممكن مرض ارتفاع ضغط الدم يأثر على الاتنين، دول متلازمين. في بعض امراض زي ضيق الشريان الرئوي، الشريان الكلوي، يؤدي الى ارتفاع شديد جدا في ضغط الدم ولا يؤثر عليه، والحمد لله. برضو يعني هتكلم في النقطه دي بالذات لان طلع في حاجه جديده اليومين دول للنوع ده من الامراض، ان هو الامراض ارتفاع ضغط الدم بالقسطره ممكن يتعمل دي نرفيشن للمنطقه دي، والعيان ممكن ما ياخدش علاج ضغط خالص. بس هو الحقيقه مانوفر ولسه في الاول وغالي جدا، لكن يعني دي فتحه خير انها يعني ابو بالتأكيد. امل جديد للناس انهم يعني ما يتعرضوش لارتفاع شديد في ضغط الدم، لان ارتفاع ضغط الدم اللي نتيجه الكلى للاسف بيبقى عالي جدا. تلاقي مثلا تلاقي ارقام خياليه فوق 220 200 الميتينات. فده طبعا ده امل جميل جدا. واحنا يعني انا برضو بقولها ان الحكايه دي يعني احنا هنعملها الاسبوع الجاي في مستشفيات قناه السويس. هي صحيح التكلفه غاليه جدا، فاحنا بنعملها كنوع من ان احنا نشوف الكلام ده يعني تطبيقه كنوع من ال اه 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 الجديد في بالظبط هذا المجال. في الطب. طيب يا دكتور، يعني احنا دايما عندنا مشكلة في يعني بنشوفها انه البعض بيستعيد عن المياه ومشروبات اخرى، يعني بياخد مياه غازية، بياخد طول الوقت شاي وبيكتفي بذلك ولا يشرب مياه طوال اليوم، وخاصة الاستعاضة عن المياه بالمياه الغازية، إلى أي مدى ده بيضر الكل والجسم هو كله؟ عموما اي اكل او اي سوائل بها ماده حافظه تضر الكلى جدا، وتكون عامل مساعد في تكوين الحصوات. ده لازم يبقى معروف يعني. لا يمكن الاستعاضه عن المياه العاديه باي شيء اخر. وبرده المياه الغازيه مش تاثيرها فقط على الكلى، ده تاثيرها على شديد الجسم. جدا على الجهاز الهضمي، على العظام. هشاشة العظام، لأن بيبقى فيها جدار الكنزات دي كلها ليد، وبتأثر على العظام، تعمل هشاشة عظام، تعمل يعني حضرتك المادة الخاصة بالمياه الغازية المشكلة في الجدار الخاص ده بالنسبة للعظام، لكن بالنسبة بالنسبة للعظام للكلى لا، المواد الحافظة، المادة الحافظة دي المادة الحافظة في الأطعمة أو في الأغذية. أو في الأغذية أو في أي حاجة محفوظة على طول بتأثر جدا جدا، وبتساعد على تكوين الحصوات، وبتساعد وبتكون عامل مساعد بالتالي لالتهابات المسالك البولية المتكررة. ولذلك أي حد عنده حصوات بيتم منعه من خالص أي تماما معلبات أو أي حاجة فيها مواد حافظة، لازم تماما ياخد حاجات تماما طبيعية. طازة على طول. طب يا دكتور، يعني المفروض إن احنا نشرب كمية مية قد إيه عشان لو الإنسان سليم يحافظ على الكلى؟ والله من لتر ونص لاتنين لتر في اليوم ده يبقى المثال يعني. ده على مياه. الاقل ميه عاديه. انما يعني لو في يعني عشان احنا طبعا مشغولين ومش عارف ايه، بنحاول بقى نقول مثلا لتر ونص، والنص التاني نحسبه من السوائل الاخرى اللي بتدخل الجسم عن طريق الاكل والحاجات التانيه يعني، ممكن كده يعني. طيب يعني نروح لبعض المشكلات الخاصة بالأملاح اللي بتترسب، وحضرتك قلت إنها بتعمل لا، انا نفسي الأكل. اضيف حاجه اتفضل. مهمه جدا، حاجتين هم الحقيقه في اسباب امراض الكلى يعني. لأسباب في كأسباب امراض الكلى، الاسراف في استخدام المضادات الحيويه، دي من الأسباب. الاسراف الشديد
لان هناك بعض المضادات الحيويه تؤثر تاثير مباشر على تلف الكلى. الاسراف في استخدام ادويه الروماتيزم والادويه المسكنه، المسكنات يا دكتور دي دي خطيره، قفتنا خطيره كلنا على اه المسكنات. خطيره جدا جدا جدا، ولا بد ان يسن قانون لصرف هذه الادويه. الناس بتستخدمها بطريقه، وامراض الكلى زادت عندنا في مصر بسبب بهذا التصرف. يعني كمان مهم جدا جدا الساده المدمنين اللي بيدمنوا الهروين ويدمنوا الترامادول والحاجات دي، كل الحاجات دي تؤدي الى ضعف وظائف الكليتين وتؤدي الى الفشل الكلوي في النهايه. يعني الثلاث حاجات دول مهمين جدا. طب احنا جدا اتكلمنا جدا عن الادويه يا دكتور، يعني انا سمعت معلومه خاصه بالمضادات الحيويه ان احنا بنضر ضرر بالغ بالكلى لو احنا كمان خدنا المضاد الحيوي، يعني لو بالفعل صرفه الدكتور لينا وما كملناش الجرعه. احنا عندنا الخطا في ناحيتين، في ناحيه ان انا ما بكملش العلاج وبالتالي يتحول الميكروب من حاله حاده الى حاله مزمنه. يعني بدل ما انا اخد المضاد الحيوي 7 ايام والميكروب ينتهي تماما، انا باخده 5 ايام وبطل. ما فيش 5 ايام، ده اللي ياخد 5 ايام ده يبقى راجل كريم قوي. اللي هو يومين ثلاثه اول ما يحس انه كويس يروح يسيب المضاد. الميكروب ما زال موجود، ما راحش لان الدوره بتاعته ما انتهتش. فبيتحول من الحاله الحاده الى الحاله المزمنه، يتحوصل يتكاثر ببطء مش عارف ايه ويتحول الى حاله مزمنه. بدل ما يقعد هي حالة حادة وبيعمل سبب آثار حادة، يسبب يقعد ينخور بقى في جدار المثانة وفي جدار الكلى لغاية ما فجأة تلاقي الكلى بقت مثلا كيس مية، أو يعني تتحول إلى حاجة تانية خالص غير إنها تؤدي وظائف الكلى. طيب ده لو ده على الأدوية المضادات الحيوية والمسكنات. طب الأدوية بصورة عامة، هل أيضا هناك أدوية ليها تأثير شديد على الكلى لازم يبقى فيه تحفظ فيها؟ بالظبط، يعني كل الأدوية، أدوية الأورام، أدوية الصرع دي لازم تتاخد بحساب، ولازم يتعمل كل شوية مستوى الدواء ده في الدم. يعني أنا هاخد دواء مزمن مثلا زي للصرع مثلا، لازم كل مثلا 3 شهور أعمل مستوى العقار ده في الدم بقى كام، هو مستوى كده مظبوط ولا زاد عن الحد. لو زاد عن الحد ممكن يأثر على الكلى، ممكن يأثر على القلب، ممكن يأثر على المخ. فلازم كل يعني التعامل معها يكون بحكمة وبأساس علمي صح. طيب يا دكتور لو اتكلمنا عن يعني بعض الأمراض زي الحاجات اللي بيبقى فيها زيادة في الأملاح، وزيادة الأملاح غير ان احنا كمان بنتناول كمية من الملح كبيرة، ففي نقطتين عايزة حضرتك تكلمنا. الأملاح الخاصة اللي موجودة في بعض الأطعمة أو نتيجة للمواد الحافظة، وكميات الملح اللي احنا بنتناولها بكثرة، وحضرتك عارف انه المائدة في مصر لا تخلو من المخللات وما ينفعش ناكل من غير. هو احنا عندنا ايه؟ يعني عندنا يعني هنتكلم في الحالات المرضية، يعني عيان ضغط دم، عيان قلب، واخد بال حضرتك، عيان كلى عنده يعني حصوات زياده، دول لابد ان يقننوا كميه الملح اللي بياخدوه. ممنوع المشهيات اللي هي المخللات، الحاجات اللي هي بتبقى موجوده، الفسيخ، الرنجه، كل ده لسه طالعين بقى مش طبعا كل ده ممنوع نهائيا. كل ده ممنوع نهائيا. واذا انا اضطررت او خدت بطريق الخطا حاجه زياده، اعوض ان انا اخد ميه كتيره عشان لان عشان يعني تدوبها وما تنزل بدون اي اثار سيئه. الحاجات دي بترفع الضغط جدا، بتاثر على كفاءه عضله القلب اذا كانت العضله مريضه. فبتزود المرض بتاعها، يتزود احتقان الرئه، تزود الورم اللي موجود في الرجلين والايدين، تعمل ضيق تنفس، تعمل نهجان، ده كله مش مطلوب. فاحنا اي مريض كلى او قلب او ارتفاع ضغط الدم لابد ان يقنن كميه الملح اللي بياخدها الى ادنى درجه ممكنه، لكن لا يمنعها تماما. لا، هي برضه احنا الجسم محتاج فيها. احنا اصلا احنا عندنا في المصري ايه؟ تقول له ما تاخدش هياخد سنه صغيره، تقول له خد سنه صغيره هياخد نص. فاحنا دايما بنكون حازمين قوي في الحكايه دي عشان العيان ما بيسمعش كلام. الحقيقه يعني في 90% من المرضى ما بيسمعوش كلام. يعني بعد شم النسيم يجي العيان يقول لي انا اصلا اكلت حته ترنجه قد كده، طبعا وهو جاي متبهدل وضغطه عالي يا عمي احنا مش قلنا لكن ما فيش فايده برضه. يقول لك اصلا انا خدت حته على قد نفسي. انت عارف احنا مصريين احنا عاطفيين اصلا. حتى مع الاكل احنا عاطفيين برضه، يعني استخسر ان الاكل يتشال قدامي من غير ما عاداتنا وتقاليدنا كلها لازم نحافظ عليها. بالظبط كده بالظبط. الاملاح
في بعض اكلات بقى، في بعض ناس عندهم قابليه مثلا عندهم اكزالات عاليه جدا، دول لازم يقننوا كميه الاكلات اللي فيها بياخدوها. هذا النوع. يعني الفراوله، الكرنب، المشروبات اللي فيها مواد حافظه، المانجا، البطيخ الى حد ما، ده فيه اكزالات. كل دول فيهم اكزالات عاليه جدا، لابد ان تاخد بعينات مش بكميات، بعينات. يعني اخد مثلا سماره او اتنين فراوله وخلاص، وده كتير كمان ويستحسن انه يبعد عنها. وبرده الاسراف في شرب الشاي، الشاي فيه كميه اكسيدات عاليه جدا الشاي جدا جدا. في ناس ما بتسيبش الكوبايه. ما هو ما عشان كده برضو حضرتك، ده الشاي كمان ده بالاضافه بقى ان هو بيعمل الاكسيدات وبيزود ضغط الدم وبيزود ضربات القلب، بيقلل امتصاص الحديد من المعده، وبيزود افراز الحمض الهيدروكليك من المعده، يخلي دايما في حموضه وفي عصران. يعني كل الحاجات دي موجوده من مشروب واحد احنا بنصرف فيه. طيب يا دكتور، يعني بعض الـ 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 الناس بيجدوا ان هو انا عندي مشكله مثلا، انا شايف الاعراض، رجلي ورمت، اعراض معينه، فبيروح يقول للصيدلي فيديله فوره، الفوره دي ياخدها لفتره ويومين كده وتحسن عليها وخلاص. ممكن لا، يكون ده هو الفوار نفسه، الفوار مش هو نفس النوع اللي لا غير ان هو يحسن. مش نفس النوع، الفوار نفسه ممكن يكون ضار ليه. يعني لو هو عنده ضغط دم وخد فوار بنسبه عاليه، ما ممكن يرفع له، لانه فيه املاح صوديوم بتعلي الفوار. يعني في يعني بعض الفوارات فيها املاح بتعلي ضغط الدم، فاستخدامها بدون ارشاد، بدون تعليمات من الطبيب، لا طبعا ممكن تاذيه. طيب مريض السكر ايضا يا دكتور بيكون عنده حرص شديد على انه يتابع وظائف الكلى ووضعها، فايه السبب؟ مريض الكلى مريض ثلاث حاجات لازم ياخدهم بعين الاعتبار وبقوة: العين، القلب، الكلى، دول اساسيين. مريض السكر، مريض السكر العين، القلب، لازم الكلى. لازم، لان هو عيان سكر بيترافق، الدهون تترافق في الدم، تترسب في شريان الكلى، الكلى خلصت، تترسب في شرايين العين، العين ضاعت، تترسب في شرايين القلب، القلب ضاع. فلا بد من تنظيم جيد جدا وقاسي جدا للسكر، لان السكر مرض ما فيش مكان في الجسم ما بيوصلوش السكر العالي. المخ، العين، الرجلين، الجلد، القلب، الكبد، الكلى، ما فيش مكان في الجسم ما بيدخلوش السكر. فلا بد ان يكون السكر منتظم. عشان كده يعني دايما تلاقي طبيب السكر عنيف شويه في التعامل مع العيان وفي تعليماته مع العيان. طيب يا دكتور، لو قلنا يعني عشان نحافظ على الكلى سليمة إلى أقصى مدى، إيه الحاجات اللي المفروض نعملها، وإيه المؤشرات اللي ممكن تكون بدايات لمشكلة في الكلى لازم ناخد بالنا منها؟ الأول نمرة واحد، التوسط في الغذاء، البعد عن الحاجات الحادقة، البعد عن الحاجات الدسمة، الاعتدال في شرب المية. ما فيش عيان يقولك أصلا ما بحبش المية، أنا ما بحبش أشرب مية كتير، يعني كلام كتير الواحد بيسمعه اليومين دول حقيقه غريبه جدا، يعني حاجات تعبيرات غريبه جدا. اصلا ما بحبش اشرب، مش عارف يعني ايه ما بحبش اشرب ميه، ربنا مديله العلاج ببلاش وسهل جدا. لازم كميه برضه العيان ياخد باله جدا من بعض الامراض البسيطه، يعني القيء والاسهال ده اكبر عدو للكلى، يعني لو استمر مده طويله الكلى ممكن تتدمر. يعني لو عيان مثلا عنده قيء واسهال واستمر 7 8 ساعات ممكن يأثر على وظيفة الكلى. فناخد بالنا من الحاجات البسيطة دي. كمان بعض الناس اللي عندهم الأكزالات ما ياخدش الأكلات بتاعة الأكزالات. العيان اللي عنده ارتفاع ضغط دم لازم ياخد علاج ضغط الدم. العيان اللي عنده سكر لازم يظبط سكره كويس جدا. برضو الإجهاد، استخدام الأدوية اللي ملهاش لازمة، استخدام الأدوية المسكنة. إخواننا المدمنين اللي احنا بندعيلهم دايما ربنا يعفي عنهم، انهم برضو يخلوا بالهم من صحتهم، لان الصحه دي كنز مش هيحس بيه الا لما يقع. فهي دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتمنى ان كل، لان خلي بال حضرتك ان احنا كل اللي قلناه ده لو ما لم يعالج جيدا يوصلنا الى الفشل الكلوي. يعني الفشل الكلوي هو نتائج عدم الاهتمام بهذه الامراض. لو الامراض دي لم تعالج وصلنا الى الفشل الكلوي، اللي هو العيان بقى طريح الفراش، وبقى يعني محتاج بقى عنايه خاصه وتكلفة خاصة، هو بيتردد على مراكز بالظبط كده، الغسيل والتكلفة، أكتر تكلفة من مرة، الغسيل وتكلفة العلاج بياخده هو اللي عنده فشل كامل، وأيضا بيكون صعب أوي يعني معظم الأطعمة أعتقد ده ومهما بيكون أخذ من يمنع أدوية منه. ومهما غسل ما بيوصلش للعادي أو حتى نص العادي.
فلازم نخلي بالنا، لأن نهاية هذا الطريق سيئة جدا وخطيرة الإهمال، جدا. إحنا عندنا تساهل شوية في صحتنا يا دكتور. ده زيادة عن اللزوم. المفروض عشان أطمن على إن الكلى بتاعتي سليمة، أعمل إيه وكل قد إيه؟ هو بشوف حضرتك يعني اي اعراض ولو بسيطه لازم اخدها بعين الاجتهاد. يعني انا يعني في واحد يقول لك انا جالي شويه التهاب بول وخدت لهم شويه فوار وخلصوا، لا، لازم يعمل تحليل بول ويتشاف ايه سبب الالتهاب ده، هل هي املاح كتيره، هل هي في ميكروب هو سبب الالتهاب ده، هل يعني كميه البول كمان اللي نازله منه، يعني لازم ياخد باله ان هو مثلا صار من نص لتر لتر في يوم على الاقل. هل سنويا المفروض اعمل كشف دوري؟ اللي عنده مشكله لابد كل 3 شهور يعمل تحليل السليم. بول. السليم كل سنه يعني تحت ال40 كل سنه، انما فوق ال40 لا، احنا لازم نعمل وظائف الكلى وظائف الكبد ودهون الدم ورسم قلب، ده كل 6 شهور، كل فوق ست ال40 شهور ده لازم. كل 6 شهور يعني اذا كنت عاوزه يعني الصحة، يعني المثالي الاكتشاف هو ده المبكر لأي طبعا. مشكلة، نتمنى انه يعني اصل المشاكل بقت يعني بقت صعبه بقت سريعة وبيفاجأ بالظبط. بيها الإنسان مرة واحدة، ودي مشكلة فعلا، ان احنا ما عندناش الثقافة الخاصة بأننا نتابع حالتنا الصحية. دكتور محمد عبد المنعم الألفي، مدير مستشفى هيئة قناة السويس ورئيس أقسام الباطنة، بنشكر حضرتك على تشريفك، شكرا شكرا، ونتمنى الصحة لكل مشاهدينا، ونلتقي مرات أخرى بإذن الله. شكرا، شكرا، ألف شرفتنا. شكرا، شكرا. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مرة أخرى مع حضراتكم وأول النهار.